أول مرة طبعا تشرب مية. تشرب مية. أول مرة طبعا نعود على المية. مادام بقى بدأت تاكل الأكل صبر، نعود شوية شوية بالمية على المية. هي خايفة منها يعني، أول مرة تكتشفها. خايفة منها. يلا 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 يلا. لا تعالي. لسه مش بتقعد على المية. تعالي. طبعا دي محاولات أيام ورا بعض، مش أول يوم. بصي خايف منها؟ خايفة منها. احنا هندخل لها المايه جوه. خلي بس ثانية 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 بس ثانية بس العبي شوية كده. ايوه شوف. زنقتها. ها تشوي. هي لازم تتعرف عليها برضو. ها هي دلوقتي عرفت اللي هي مش خطر يعني. سيبها لها فضول، نشوف هتعمل فيها ايه. قربي لها بقى شوية. ليه 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 يا خايفة؟ خايفة ليه؟ خايفة ليه؟ خايفة ليه؟ خايفة ليه؟ طيب يلا بس تعالي. تعطيش تعطيش تعطي ازاي؟